السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. كليله بنعيلات حتى هي خرجت بواحد التصريح عبر خاصيه ستوري مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، كدافع على طوطو من بعد التصريحات اللي خرج بها رئيس الحكومة السابق بن كيران. فكتبات كتشير على السياسيين بالحجر لأنك ما كتعرفش آداب الحوار وما فهمتيش بأن السياسة مواقف ماشي عداوات. وقلنا ما كاين باس انتقاد الفنانين أو سبهم، قاع مسألة ضو وخاص بان قلة ضو. وقلنا ما كاين باس، ولكن تعاير فنان وتقول لي يصير حدا الشمكرية بحالك في البحر، هذه غير مقبولة. مواطن خانته الظروف، تخونه انت بالكلام الجارح، عيب. شمكارة مغاربة بحالكم بحالهم، ظروف صعيبة خلاتهم تايهين، بدل ما يكونوا تحت سقف فيلا بحالك. هذوك الشمكرية حدا البحر أغلبية ديالهم خرجاتهم من الخيريات للشارع من اللي وصلوا 18 سنة. زيد عليه خاصك تكون ديمقراطي. طوطو عنده فئة كبيرة كتحبه كيف ما انت عندك فئة كتحبك. الأذواق تختلف وكلنا مغاربة سواسية، رابور أو متخلى عنه. ما غاديش نقول شمكار فنان سياسي، معلم، طبيب، الإنسان بجوهره ليس بمظهره. فالله تعالى يحاسب الناس على أعمالهم وينظر إلى قلوبهم ولا ينظر إلى صورهم الظاهرة. نتمنى خوتي خواتاتي تخليوا لي الآراء ديالكم بخصوص هذا الموضوع. السلام عليكم، بقاو فيديو جديد، تحياتي.